مرحبا، محسوبكم فانوس. سأحدثكم اليوم عن الصدقة. أتعلمون ما هي الصدقة؟ الصدقة هي ما يمنحه المسلم للمحتاج على وجه التقرب إلى الله. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والصدقة دليل على حسن إيمان المتصدق وكرمه ومحبته لفعل الخير. ولا تنحصر الصدقة في بذل المال وإنفاقه في الخير وحسب، بل تأخذ معاني أشمل وأوسع. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشادك الرجل الضائع صدقة، وبصرك للرجل الضعيف البصر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وعندما تقوم بفعل الخير تشعر بطمأنينة وسعادة. وللصدقة فوائد كثيرة، فهي تنشر المحبة والتعاون بين الناس، وتدخل السرور على المساكين، وفيها بركة وسعة في الرزق. فساهموا أكثر يا أصدقائي في إرجاع البسمة للفقراء، واكسبوا محبة الناس واحترامهم. والسلام عليكم ورحمة الله.